مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. حلقتنا النهارده عن قمه بروكس الاخيره لقاده دول حلف الناتو بحضور الرئيس الامريكي جون بايدن، في اول حضور له لقمه الناتو منذ توليه قمه محوريه لحلف الناتو سجلت قلق جميع قاده الحلف البالغ من التحديات الامنيه التي تمثلها قدرات الصين الباليستيه والنوويه والتي تتطور بسرعه وسط غموض كامل. تناولت القمة العديد من المسائل التي تهم دول الحلف بما فيها التعاون المشترك بين دولها سياسيا واقتصاديا، وإن كان التسلح وتعزيز قوى الردع العسكري كان هو الملف الأبرز للقمة. قمة بروكسل أتت لتؤكد تماسك دول الحلف، وذلك قبل لقاء بايدن وبوتين، والتي سيحدد طبيعة ومستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية والروسية الصينية. للمزيد من التفاصيل حول هذه القمة يسعدنا أن تكون معي في الأستوديو الأستاذة زينب الدربي، مدير تحرير جريدة الوقت. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نطلع فاصل، بعد هذا الفاصل نفتح هذه المساحة للرأي فيما يخص قمة بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا أو قمة الناتو في بروكسل، فابقوا معنا. سجلت قمة حلف الأطلسي الأخيرة استعادة الولايات المتحدة لدورها القيادي في نطاق الشراكة مع الحلفاء من دول أوروبا. وفي أول اجتماع له مع دول حلف الأطلسي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هناك إقرارا متزايدا من الدول الأعضاء كافة على أنهم يواجهون تحديات جديدة تأتي ولأول مرة، وفي مقدمتها الصين والتهديد الذي تشكله على أمن دول الحلف من خلال سياستها الرامية لتوسيع رقعة نفوذها على حساب المصالح الأمنية لدول الحلف. فجاءت التوصيات بتعزيز قوة الردع والاستثمارات في المجالات الدفاعية ووسائل تطبيقها، كما شملت توصيات أجندة عمل الحلف 2030 أيضا توصية على مقاربة الحوار مع موسكو، بالإضافة للعمل على تعزيز أواصر التعاون بين الناتو ودول الباسيفيك الأسيوي واستراليا ونيوزيلندا، وكذلك مد ذراع التعاون للحلف مع دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. تناولت القمة أيضا الأزمات في سوريا وليبيا وكوسوفو وأوكرانيا وغيرها من المشكلات المتداولة على الساحة العالمية. كما تطرق قادة دول الحلف على هامش اجتماعاتهم ببروكسل للقضايا المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالقضايا المتعلقة بالأمن. قمة هي الأولى لبايدن أكد فيها على وحدة الديمقراطيات الليبرالية، كما ثمن الشراكة الحيوية لبلاده مع دول أوروبا والتي كانت قد تراجعت خلال حكم سلفه ترامب، مستعيدا بايدن بذلك دور بلاده الريادية في الحلف في موقف اعتبره المحللون أنه داعم له قبيل لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفتي في الاستوديو الكاتبه الصحفيه زينب الدربي، مدير تحرير جريده الوفد. في البدايه استاذ زينب، يعني نتحدث عن قمه اوروبيه امريكيه لحلف الناتو في بروكسل بعد 4 سنوات من تولي اداره ترامب واداره جديده لبايدن. ما هو الوضع يعني في ظل اداره ديمقراطيه جديده ولغه حوار جديده تختلف كثيرا عن لغه حوار ترامب الذي كان يعني يهدد بسحب قوات امريكيه من المانيا، ودائما ما يتحدث على ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يدفع فاتوره للقوات الامريكيه التي تحافظ على امن اوروبا. ما الجديد مع اداره ديمقراطيه لبايدن؟ طبعا دونالد ترامب كان بينتمي للحزب الجمهوري، وبايدن بينتمي على الشق الآخر الحزب الديمقراطي، وكل منهم له رؤية مختلفة عن الآخر. بس دونالد ترامب كان دايما بيتبع حتى في يعني نظريات العلاقات الدولية، يقولك إيه، دونالد ترامب استعاد يعني نهج النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، الواقعية يعني المنفعة والمصالح من الآخر، من غير أي نوع من يعني عايز أقول إيه المجاملات أو الكلام ده كله، وحتى يعني نحى جانبا الموضوع الليبرالي، يعني من الآخر باختصار يعني ادفع لتجد الخدمة التي تنتظرها. هو ما عملش كده بس مع حلف الناتو، هو عمل كده مع الدول العربية وعمل كده مع حلف الناتو، وبيعمل كده مع كل حتى
يعني عايز اقول ايه، كيانات القطاع الخاص اللي موجوده بحكم خلفيته كرجل اعمال ورجل مال الجديد الجديد مع وجود اداره ديمقراطيه الجديد الجديد دلوقتي. جو بايدن عامل زي اللي بيطبب الجراح اللي تسبب فيها دونالد ترامب، لان دونالد ترامب كان بيتعامل معهم بشكل فيه تحدي وليس حليف، يعني هو بيتحداهم وعمل شق كبير قوي ما بين دول الحلفة، فأصبحت أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا في جانب وهو في جانب آخر، وبقى يعني وكشر عن أنيابه أنه فرض عليهم ضرائب على المنتجات بتاعتهم وهم بالتالي ردوا عليه، فأصبح في يعني مشكلات. وكمان في المشكلة بتاعت الطائرات البوينج لما منعوا ان هي يعني تعمل في المجال الجوي الأوروبي. طب ده طبعا كله كان ليه آثاره الجانبية على الاقتصاد الأمريكي. طيب جه بعد كده بقى جو بايدن دلوقتي بيقول ايه، احنا كلنا بنشترك في قيم بنشترك كلنا ونتفق عليها، اللي هي قيم الديمقراطية والحريات والتجارة الحرة، ونحن حلفاء، ونحن يعني عايز اقول ايه عندنا مشكلة مشتركة ولا بد من مواجهتها بشكل مشترك. تمام، نتحدث عن تعاون، عن مصالح مشتركة نقدر نقول عادت لسابقتها، يعني خاصة في الادارات الديمقراطية اوباما كلينتون واخيرا جون بايدن. الكثير من الملفات العالقة والكثير من المشكلات التي طرحت في هذه القمة، خلينا نتكلم على أهم تحديات هذه القمة وأهم الملفات التي ستناقش أو التي نوقشت في قمة الناتو. كان في تمهيد لقمة الناتو في الاجتماع بتاع الدول السبع الكبرى الاقتصاديات الكبرى، نفس الملفات اللي اتكلموا عليها في قمة الجي 7 في كورنوال في بريطانيا هم أعادوا الكلام عنها والحديث عنها في قمة الناتو. طيب أهم المشكلات اللي على رأسها مواجهة يعني التنين الصيني وسيطرته على اقتصاديات وتجارة العالم، من المواني، من التجارة، من الانفراستراكتشر البنية التحتية بالضبط، من خلال مشروعه العالمي خط الحرير أو الخط الغربي، أيوة اللي هو الحزام والطريق البلتن رود. فهم بقى عايزين يحطوا مشروع بديل زيه بالضبط للعالم كله برضو، يعني يراد تقديمه. خليني أستاذ زين ناخدها نقطة نقطة. يعني حضرتك تحدثي عن التنين القادم او قوة بالتأكيد، ولكن نتحدث عن قوة عظمى جديدة قد يعني تخلف امريكا، يعني وهذا وده الخوف يعني. ولكن الصين لها علاقات كثيرة مع الدول، وخلينا اتكلم على قارة افريقيا بالذات يعني. من جاية انا نتكلم في مشكلة حضرتك كلمتي ان الصين في علاقاتها الدولية وخاصة في قارة افريقيا تتعامل بشيء من الذكاء، يعني دائما افريقيا ما تنظر الى الاتحاد الاوروبي والى امريكا على انها دولة مستعمرة، وان هذه الدول تحاول طول الوقت استغلال هذه القارة، استغلال مواردها الطبيعية. ولكن الصين دخلت من خلال زي ما حضرتك اشرتي بنية تحتية، طرق، صرف صحي، مشروعات، سدود، صناعات. وهنا ازاي الاتحاد الاوروبي وامريكا يقدروا يعني يقودوا هذا يعني التوغل في القارة الافريقية بالذات؟ يعني هم عملوا ايه؟ الصين بتعمل دايما، هم في منتهى الذكاء بيعملوا وين وين ديل. يعني ايه؟ انا دلوقتي هستفيد وافيدك معايا بدون التدخل في تفاصيل عندك لا حقوق انسان ولا مرأة ولا سجناء ولا سياسة ولا تداول ولا كلام، ماليش دعوة بالقصص دي. تمام، انا هفيدك وافيد نفسي ونكسب احنا الاثنين. تمام. طيب الاسلوب ده من الاساليب اللي هي ايه؟ نعم. بسط النفوذ الايه الصيني او لاي دولة كبرى. تمام. في العالم كله اصبحت الصين يعني ماركة مسجلة في العالم لحاجة اسمها السوفت باور، القوة الناعمة. القوة الناعمة. تمام. اصبحت تقودها الان الصين بعد ان كان يقودها الغرب بقيادة الولايات المتحدة. طيب الصين عملت ايه؟
اختارت الدول النامية واللي عندها مشكلات ولا تستطيع ان هي باقتصاديتها الضعيفة او المتوسطة انها تقوم بالنهضة التنموية دي في بلادها. جم اوروبا لما هم يعني اتأخروا عن الانتباه والسيطرة بتاعت التنين الصيني ده، يعني عايز اقول وبسط النفوذ اللي هم يعني احنا تو ليت دلوقتي خلاص بالظبط، لان حتى النفوذ ده مش بس طال دول افريقيا والدول النامية، ده كمان الاوروبيين وعلى رأسهم المانيا وايطاليا، عشان كده مغضوب عليهم من امريكا ولا يستطيعوا ان يتراجعوا. ازاي ده؟ ازاي الاتحاد الاوروبي وامريكا مش عاوز يستعيدوا مكانتهم، ولكن على الاقل ينافسوا الصين؟ ملفات كثيره عملوا ايه؟ اعلنوا مشروع اسمه اعاده بناء العالم، اعاده البناء لعالم افضل. طيب اعاده البناء لعالم افضل، هناخد مثلا افريقيا، حطوا في خلال الخمس سنين اللي جايين 100 مليار دولار علشان يساعدوا الاقتصاديات الدول اللي هي اقتصادها ضعيف او متوسط في البنية التحتية دي. قروض بفوائد؟ لا ما فيش تفاصيل معلنة لحد دلوقتي. تمام تمام. لكن خطوط عريضة. لما بتكلم عن الصين قروض، يعني ده على اسوأ الفروض بالنسبة لها، يعني قروض طويلة الاجل بفايدة بسيطة جدا يعني. لا الصين بتعمل ايه؟ بتاخد زي حتى مصر عاملة كده معانا في شرق خليج السويس، اسمها ايه؟ بديهم امتياز في استغلال قطعة الارض دي او المينا مثلا لمية سنة. تمام تمام. خلاص انا بستفيد منهم وهم بيستفيدوا، بيعملوا لي بنية تحتية ويشغلوا ولادي. بالتأكيد. نتكلم بقى على امريكا. طيب خلينا ده ملف، ده ملف اول. تمام. اتكلم على ملف اخر، يعني الملف النووي الايراني. ادارة ترامب كان لها موقف احادي، انسحبت من هذه الاتفاقية. الان هناك مباحثات في فيينا، وهناك يعني احاديث كثيرة. يعني كيف ترى ادارة بايدن هذا الملف، ملف النووي الايراني، خاصة انها يؤثر في حلفاء استراتيجيين لأمريكا بداية من إسرائيل مرورا بدول الخليج؟ طيب احنا دلوقتي في الجولة التاسعة ما بين المباحثات الأمريكية الإيرانية في فيينا. نفس الايه الردود ونفس الـ يعني الـ الـ الإصرار على وجهتي النظر. إيران بتقول لك ارفع العقوبات كلها الأول وبعدين اتكلم. أمريكا بتقول لك لا، بس هم بيعملوا ايه؟ كر وفر. يعني ايران بتعمل هجوم في زي ما شفنا، يعني عايزه اقول ايه، وبتبتدي انها تسيطر على الوضع الامني في العراق، وبتعمل تصعيد للميليشيات المسلحه، وحديث عن تخصيب للايرانيين بصوره كبيره او بالضبط. خلاص بحيث دي كروت ضغط. إسرائيل بترد من الناحية التانية على بعض الانفجارات والاختراقات في المفاعلات النووية والسبرانية في إيران، بحيث كل منهم يمارس ضغوطه على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن السعودية لابد أن تكون حاضرة، وهتحضر دول الخليج وعلى رأسها السعودية في هذا الملف، لأنه زي ما حضرتك قلت كده بيمس الحلفاء المباشرين في منطقة الشرق الأوسط. من الملفات الهامة جدا هو ملف العلاقات الأمريكية الروسية وعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك يعني مشكلات عالقة. نتحدث عن القرم، نتحدث عن أوكرانيا، نتحدث عن أمور كثيرة جدا، نتحدث عن لغة ما بين الإدارة الأمريكية وروسيا، خاصة إدارة بايدن الذي تحدث بلغة غير دبلوماسية عن الرئيس بوتين القاتل، والأمور أخرى كثيرة جدا. الملف أو ملف العلاقات الروسية ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. نبدأ جولتنا من الشرق الأوسط، والتي نقلت تصريح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن قمة حلف الأطلنطي هي جزء من عملية إعادة بناء التحالفات الأساسية المهمة مع أمريكا. واجتماع دول الحلف جاء لإعادة التأكيد على أهمية الاتحاد الأوروبي، فاتحاد أوروبي قوي يعني ناتو أقوى.
أما الجارديان فأشارت لردود أفعال الصين في أول رد فعل لها على البيان الختامي للناتو، حيث صرحت الصين أن سعيها لتحديث منظومتها العسكرية مبرر وشفاف، ويتعين على الناتو أن ينظر إلى تنمية الصين بطريقة عقلانية ويتوقف عن التلاعب بسياسة كتلته والتعامل المشكل وخلق المواجهة. وفي نيويورك تايمز كتبت روزا بيلفور: لا تستهين بسنوات ترامب والتي اعتبرت صدمة لدول الاتحاد الأوروبي، فبسبب ذلك بات الاتحاد الأوروبي أكثر حذرا في قبول مطالب الولايات المتحدة، فهم في حاجة لإظهار نتائج ملموسة، فمستقبل العلاقة بواشنطن يرى الآن أنه يؤخذ من منطلق صداقة ذات فوائد مشتركة. وفي النهار تساءل مازن عبود عن أن الظروف التي يجري فيها فرض الحصار على الصين تختلف جذريا عن ظروف فرضه على الاتحاد السوفيتي السابق، فواشنطن نجحت في أن يصل الحصار لدول الحلف الشيوعي، فهل تنجح في الوصول لنحو 120 دولة تعد شريكا اقتصاديا مع الصين؟ ونختتم جولتنا من التايمز، حيث أكد أمين عام حلف الناتو أن الصين تمتلك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وأكبر بحرية، وتستثمر بشكل هائل في المعدات العسكرية الحديثة، هذا يؤثر على أمننا ويجعل من المهم لدول حلف الناتو تطوير سياستها تجاه هذه التحديات. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مرة ثانية برحب بضيفتي في الاستوديو الكاتبة الصحفية زينب الديربي، مدير تحرير جريدة الوفد. من الملفات الشائكة ايضا ملف العلاقات الروسية والامريكية، يعني لان انت عارفة في علاقات متشابكة ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي، روسيا هي مصدر الغاز لاوروبا، لكن نتحدث هنا عن لغة يعني خطابة او لغة غير دبلوماسية في تصريحات بوتين، عفوا بايدن عن الرئيس بوتين، خاصة ان كان في لقاء يعني تم تقريبا امبارح. طيب التصريحات اللي قالها جو بايدن اول ما جه رئيس للولايات المتحدة، عارف لما تقول ايه كل غربال جديد وليه شدة، تمام، استعرض عضلاته واستعرض يعني عايز اقول ايه القوة اللي هو يعني حيندفع بيها نحو تحقيق المصالح الامريكية والوقوف في وجه اي حد ممكن ان هو يعني عايز اقول ايه يعوق هذه المسيرة علشان يعني يتجاوز ما كان يروجه عنه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. طيب لما تقابل جو بايدن مع بوتين امبارح، كل الناس كانت قاعدة منتظرة بشغف هيعملوا ايه، وكانوا بيتوقعوا ان هما الاتنين يعني يحصل اصطدام. 45 دقيقة يعني اللقاء كان قصير تقريبا، ما فيش اصطدام ولا حاجة. يعني هو حتى بوتين خرج وقال كده يعني بكل صراحة انه لابد ان تغير الولايات المتحدة في طريقتها ونهجها معانا، لان ده مش من مصلحة حد. وهو كان امبارح كان عامل زي نوع من برضو الاستعراض ان روسيا موجودة، مش حنا يعني مش هنختفي ولا هنتوارى عشان انتوا متضايقين مننا، زي ما انتوا عندكوا ملفات ان انتوا تواجهونا بيها احنا برضو عندنا ملفاتنا. اصبح بيتعمل حساب كبير قوي للروس الان، لان روسيا صحيح الاقتصاد بتاعها مش بذات القوة، ولكن اشتغلت على الناحية الدفاعية والعسكرية اصبح لا يمكن انكارها، ولو حط يعني لو اتحدت مع الصين هتبقى قوة عسكرية عالمية لا يمكن حتى للولايات المتحدة ان تواجهها بمفردها. ضم الكرم واوكرانيا يعني من الولايات المتحده بتلعب لعبه مع الروس. عملوا ايه؟ ضموا اوكرانيا لحلف الناتو. حتى بوتين نفسه قال له مش معنى ان انتوا ضمتوا اوكرانيا لحلف الناتو ان ده يعني عايز اقول يبقى في مواجهتي تهديد، لان احنا بنتكلم على دوله كانت دوله سابقه في الاتحاد الروسي وبعدين الاتحاد السوفيتي عفوا وعلى الحدود. هو في منتهى الثقه يعني في منتهى الثقه بنفسه انه حتى انضمامها لحلف الناتو ده لن يكون له تاثير علينا. طب ما انتوا قبل كده حاولتوا ايام دونالد ترامب وحطيتوا بطاريات للصواريخ وعايزه اقول وقبب دفاعيه والكلام ده على الحدود مع بولندا بولندا واوكرانيا علشان يعني يعملوا لهم نوع من التخويف. قامت روسيا هي كمان عملت استعراض
لقواتها الدفاعية برضو، وخلتها تمشي في بحر المانش علشان البريطانيين والإنجليز يتفرجوا عليهم وعلى القوة دي. يعني إيه بالفعل؟ يعني واقعيا قدامكم أهو. دي نمرة. نمرة اتنين، بوتين قبل كده قال ضمي للكارما أو احتلالي للكارما ده الامتداد الطبيعي للإمبراطورية الروسية من ساعة، يعني عايز أقول إيه، ما وجدت على الأرض. هو بيعتبر أن الكارما دي جزء أصيل من الأرض الروسية، وبالتالي محدش ليه حق أن هو يتكلم ضمتها أو سبتها. نمرة اتنين بالنسبة لخطوط الغاز اللي كانت ما بين روسيا وألمانيا. روسيا عايزة أقول إيه، دايما يعني عايزة أقول عندها نفوذ كبير قوي في موضوع الغاز اللي بتوصله لأوروبا، لأنها أقرب لهم والبوابة بتاعتها في تركيا. تمام. بيعدي خطوط الغاز من روسيا من فوق تنزل على تركيا، تمر من تركيا على أوروبا الشرقية ومنها على ألمانيا وبقيت أوروبا. دونالد ترامب اعتبر ان أنجيلا ميركل بتتحداه في الفترة اللي فاتت بان هي تتم الاتفاق ده، وقال لها انت بتملي خزينة الدولة الروسية من فلوس اوروبا ومن فلوس الناتو اللي انتوا عاوزيني ادافع عنه. راحت قالت له مفيش حد ليه الحق انه يتحكم فينا، لان احنا دولة ذات سيادة ودولة مستقلة، نقرر اللي نقرره، احنا حرين خلاص. فطبعا ده نوع من الايه، من التحدي. اصبحت المانيا دلوقتي ومعاها بعض الدول زي اليونان اللي هي متحالفة مع الصين ومع روسيا والمجر، كل دي دول عايزة اقول ايه، يعني واقفة في مواجهة بقيت حلف الناتو وواقفة في مواجهة الولايات المتحدة بالنسبة لموضوع روسيا. طيب هل ممكن تحصل مواجهة عسكرية؟ مش هتحصل. الروس ليهم عند الأمريكان المشكلة بتاعت واحد كان المخابرات الأمريكية قبض عليه، وهم ليهم عند الروس المشكلة بتاعت المعارض بتاع بوتين وقصة حقوق الإنسان والكرم. قال لهم الكرم دي على جنب، محدش يتكلم فيها، مالكوش الحق ان انتوا تتكلموا فيها. وقصة المعارضة دي هو رد عليها بوتين، قال لو كل واحد هيتدخل في بلده كيف تتعامل القوات الأمنية أو كيف تتعامل أجهزة الدولة داخل دولتها، طب ما أنا كمان ممكن أتدخل وأقول ما أنتوا الأمريكان والبوليس نزل كسر وضرب في الناس وفي السود وفي الناس دي كلها، هل أنا ليا الحق إن أنا أتدخل في تعاملاتكم دي وأنتوا كمان مالكوش الحق؟ خليني أتكلم على ورقة حقوق الإنسان اللي تستغلها بعض الدول وخاصة أمريكا، يعني من خلال منظمات يعني لا داعي ذكرها، في يعني الحديث عن حقوق الإنسان خاصة في الصين وفي روسيا زي ما حضرتك أشرتي، رغم أن هناك انتهاكات كثيرة حدثت لحقوق الإنسان في أمريكا نفسها. يعني هذه الورقة التي تستغلها أمريكا طول الوقت، هي الورقة دي اللي دايما بيرفعها قوي الحزب الديمقراطي طول عمره في كل يعني فترات الحكم بتاعته. دلوقتي جو بايدن من أول يوم جه فيه في الإدارة الأمريكية الجديدة قالها، قال احنا بنحمي حقوق الانسان في العالم كله مهما تكون. هم دلوقتي بيستغلوا الورقة دي ضد روسيا وضد الصين علشان بيعتبروا ان الصين بتنتهك حقوق الانسان مع المسلمين وبتنتهك حقوق الانسان مع العمالة القصرية وعمالة الاطفال والكلام ده كله. وطبعا النوع من يعني عايزه اقول ايه، الدكتاتوريه او السلطويه التي يمارسها الحزب الحاكم في الصين على الحريات والكلام ده كله. فهم بيعتبروا ان ده قيمه فاليو قوي جدا من القيم الديمقراطيه والانظمه الديمقراطيه اللي بيجتمعوا كلهم عليها، وبالتالي لابد من تفعيلها، وإن دي تبقى بوابة المرور لينا في الدول وخاصة الدول الصغيرة، بحيث إن إحنا اللي جايين ننصركم، يعني ننصر الضعفاء في هذه الدول، لأن ده يعني عايزة أقول إيه، مبدأ أصيل في الدستور الأوروبي إن أوروبا تحمي حقوق الإنسان والضعفاء حول العالم. خلينا أتكلم هنا على ميثاق الأطلنطي كما يقال، يعني ميثاق الأطلنطي الذي تم في القرن الماضي بين تشرشل وروزفلت. ما
اليوم نتحدث عن ميثاق جديد للأطلنطي. أهم نقاط هذا الميثاق، أهم نقاط هذا الميثاق نمرة واحد، تجارة أكثر حرية، أكثر عدالة، مساواة، تحقيق المساواة في دول العالم. عاوزين يفعلوا البرنامج بتاع تعليم الفتيات، يدخلوا 40 مليون فتاة حول العالم يصرفوا على تعليمهم في دول العالم وبالذات دول العالم النامي. نمرة ثلاثة، يحققوا أكثر رخاء وأكثر أمنا للدول المهددة، سواء من الإرهاب أو من التغيرات المناخية. كلهم هيجتمعوا على أنهم يوصلوا في 2050 إلى زيرو كربون، في 2030 يتم حماية الأرض والمية سواء محيطات أو بحار أو مصادر للمياه العذبة، تعميم كل البنية التحتية في العالم كله، وأن يصبح الترانس أتلانتيك بروجكت ده عايز أقول إيه، بديل للمشروع بتاع الصين بتاع رود أند بلت، لأن الصين عايزة تربط أفريقيا بيوراسيا، يعني أسيا وأوروبا وأفريقيا. هم عايزين يعملوا كده، بس بالنظر إلى أن الشعوب الأسيوية اللي أصبحت تعدادها يشكل أكتر من نصف يعني سكان العالم، هم بقى عايزينهم آن الأوان أن يتجهوا بأنفسهم إلى الأنظمة الديمقراطية، يعني ديمقراطة العالم تحت شعار الحريات والمساواة والعدالة. أخيرا خليني سؤال الأخير، يعني انعكاس هذه الاجتماعات وهذا الاجتماع على أوضاعنا العربية، خاصة أن العالم، يعني هناك مقولة كده شكلها بتقول يعني حقيقي أن العالم يعد لمصلح جديد، هناك رؤية جديدة للعالم. الرؤية الأولانية أن هم هيعملوا إيه؟ لا تأثيرها علينا، من هقول من هقول بعد إذن حضرتك، إحنا المستفيد الأول من المنافسة اللي ما بين أمريكا وأوروبا من جانب وروسيا والصين من جانب آخر. تمام. لأن كلهم هيتباروا في إن هم يخشوا بمشروعاتهم التنموية والمفيدة في الدول النامية اللي إحنا واحدة منهم. تمام. فالدول الأفريقية والدول النامية وأمريكا اللاتينية، كل دول هيستفيدوا في الفترة اللي جاية من الاندفاع من الولايات المتحدة وأوروبا ناحيتنا والصين من ناحية تانية. طيب نمرة اتنين، أفريقيا هتكون وللأسف الشديد يعني ربنا يستر هي ساحة القتال الجديدة. قتال ساحة القتال ما بين اقتصادي ولا قتال على كل يعني اتمنى انه ما يتطورش. نمرة ثلاثة، هيكون في عايز اقول ايه اشتراك اكبر لدول الخليج في مشكلاتنا في الشرق الاوسط، وبالتالي الحضور المصري هيكون كبير ويعني عايز اقول ايه واوسع ومؤثر اكتر. ويمكن واحنا بنتكلم على الحضور المصري، واضح الحضور المصري في ملفات عديده جدا هذه الايام، خاصه منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. في نهايه هذه الحلقه من المساحه الرياضيه بتوجه بالشكر لضيفتي الكاتبه الصحفيه الاستاذه زينب الديربي مدير تحرير جريده الوقت. شكرا يا فندم، نورتينا. الشكر لزملائي في استديو 2، والشكر لفريق عمل المساحه الرياضيه هذا اليوم، وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، انا ايهاب اللوندي، الى اللقاء.